التضخم السنوي في مصر بيرتفع ل 15.3% في أغسطس بس الشهر اللي فات من موقع العربية الشقيقة. شوفوا إيه السبب بقى؟ قال محمد فتح الله العضو المنتدب في بلوم لتداول الأوراق المالية إن الارتفاع أو ارتفاع معدلات التضخم تعود في جزء منها إلى إن عمليات الاستيراد متوقفة منذ نحو 6 أشهر. ليه؟ بسبب قرارات البنك المركزي السابقة. بسيطة اهي. نلف ونرجع لمين؟ طارق عامر. قرار واحد رفع علينا معدلات التضخم في شهر واحد أغسطس ل 15.3. قرار واحد ودي تكلفة مين اللي هيدفعها؟ احنا جمهورية المواطنين. ده غير تكلفة العودة في القرار نفسه اللي تمن الرجوع فيه 3 مليار دولار بالظبط كده. عارفين ليه وصلت تكلفة إنهاء تكدس أو التكدس اللي في الموانئ من بضائع وغيره ل 3 مليار دولار؟ كانت ممكن تبقى 2 مليار أو مليار واحد، إنما الكبر والتصميم على الاستمرار في الغلط أكبر سبب رفع علينا تكلفة إنهاء الأزمة اللي السبب فيها قرار عامر ومدبولي شركاء المصيبة. أنا أرجع في قراري تاني، يعني الشعب يعرف إن قراري غلط، ما هو كده كده هيعرف وكده كده هترجعوا. الأزمة لما استمرت 6 شهور وصلت تكلفة العودة عن القرار 3 مليار دولار، الكلام كله بالدولار هنا. لو كنا رجعنا في القرار بعد 4 شهور بس كنا نتغرم ونتكلف 2 مليار دولار. طب لو شهرين ورجعنا في قرارنا نتكلف مليار واحد، مليار دولار. بفلسفة ركوب القطر، كل محطة بتركبها في الاتجاه الغلط هتكلفك محطتين، محطة غلط وانت رايح ومحطة بتصحح وانت راجع، هتكلفك مرتين فلوس ووقت وجهد. وده اللي طارق عامر عمله هو ومدبولي. قضى 6 شهور في منصبه مرضاش يرجع في القرار، خدوا قرار بوقف العمل بمستندات التحصيل. ليه؟ عشان يحافظوا على الدولار في البلد. فات شهر واتنين ولقيتوا القرار ما حققش النتائج المطلوبة، نلغيه بقى عشان حال الناس وحال البلد والموانئ والبضائع والمستوردين والمصدرين والأسواق. لا لا لا، كملوا فيه 6 شهور. وجي المحافظ الجديد هو اللي رجع في القرار بعد اجتماعه مع مدبول الشريك الرئيس لعامر. القرار لانه اعتراف رسمي بانه عامر غلطان هو مدبولي، وده في رايي سبب كان كافي انه يرفض الرجوع في قراره. بس المفروض مصر ال 100 مليون اكبر من فرض او قرار فرض. افكركم بحاجه قلناها هنا، فاكرين رقاصه محافظ البنك المركزي؟